حول ما أجري ميدانيا على الأرض. معنا مازن الشامي مراسل شبكة شام من دمشق. أهلا بك مازن، يعني ما هي آخر التطورات الميدانية في دمشق وريفها؟ تفضل. نعم، السلام عليكم. سوف أبدأ من الريف الدمشقي، فقد شهدت مناطق وادي باردة قصف عنيف، وخاصة على قريتي عين الفيجي ودير مقرن، وذلك بالدبابات التابعة للحرس الجمهوري، مما أدى لاشتعال النيران في جبل القلعة في عين الفيجي. في بلدة المليح حاولت كتائب الأسد المتمركزة في تجمع تاميكو وحاجز النور التسلل إلى بساتين البلدة، واستطاع الجيش الحر صد هذه التسللات وتكبيدهم خسائر في الأرواح واغتنام أسلحتهم الخفيفة. أيضا تعرضت الزملكة لقصف عنيف بالتزامن مع الاشتباكات على المتحلق الجنوبي من جهة مدينة الزملكة في محاولة من كتائب الأسد باقتحام المدينة، فيما لا تزال الجبهة الشمالية لمدينة المعظمية تشهد اشتباكات وقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة. أيضا مدينة الدارية شهدت قصف على الجبهة الغربية بالتزامن طبعا مع اشتباكات في منطقة الأربعين في محاولة من كتائب الأسد اقتحام معظمية الشام والدارية من هذه المنطقة. بالعودة لعاصمة دمشق، يعني هناك عدة أحياء تعرضت اليوم للقصف، وخاصة مخيم اليرموك وحي برزة الذي شهد حي برزة الأخير يعني قصف بالمدفعية الثقيلة على الحي بالتزامن مع اشتباكات هي الآن في جدول الحي في محاولة بائسة من النظام اقتحام الحي من عدة محاولات، وتمكن الحر من قتل عدد من كتائب الأسد كانوا يحاولون التسلل عن طريق مشفى تشرين العسكري. نعم. طيب، يعني الجيش الحر تمكن من إعطاب دبابة وتدمير آلية أخرى بحمص، ماذا عن آخر التطورات هناك؟ نعم، بالفعل في هذه اللحظة في حمص هناك قصف بقذائف الهاون على مدينة الرستن، وذلك من قبل كتيبة الهندسة، مما أدى إلى تدمير بعض البيوت. والجيش الحر في حمص يقتل اليوم 30 شبيح من الدفاع الوطني المتمركزين في قرية كفرنان في ريف حمص الغربي ضمن معركة صدى الغوطة، وذلك على يد أبطال جيشنا الحر في المعارك المستمرة والتي تستمر بالفعل حتى اللحظة. طيب، إذا ماذا عن الأوضاع الإنسانية مازن في باقي المدن السورية؟ نعم، نحن دائما نتكلم يعني عن الغوطتين الغربية والشرقية، لكن صراحة هناك أمر يعني اليوم المناطق الجنوبية تعيش أحوال سيئة للغاية، يعني أسوأ من الغوطتين الغربية والشرقية. لذلك نناشد جميع المعنيين بفك الحصار عن المناطق الجنوبية لأنها يوميا تتعرض للقصف، وهي يعني محاصرة بشكل محكم من قبل كتائب الأسد، حيث لا يمكن دخول أي مادة رئيسية لهذه المناطق، بالإضافة للحصار على الغوطتين الذي يستمر يعني لليوم 400 على التوالي. كما يعني السكان هناك يعانون من غلاء في السلع والخدمات وجميع المواد الغذائية، بالإضافة للأدوية، يعني الأدوية مفقودة تماما وخاصة في الغوطة الغربية والمعظمية بالتحديد. مازن الشامي مراسل شبكة شام، شكرا جزيلا لك.